هذا هو الموقع اللي بدنا نعمل عليه السحب ان شاء الله. هذا بيكون عن طريق انك انت تاخذ رابط الفيديو. هذا هو الفيديو اللي انا عامل عليه السحب اللي حكينا عليه. هذا هو الفيديو الخاص بالتسريبات بالسيزون الثالث شابتر 2. وفي تحت الكومنتات لكم مثل مظاهر امامكم 570 تعليق ما شاء الله عليكم على الدعم. فاحنا بناخذ الرابط هون نعمل له نسخ وبنفوت على هذا الموقع. بعد ما نفوت على هذا الموقع بنحط رابط الفيديو يعني وبنعمل له لود كومنت. هون بيكون عم يراجع كل التعليقات مثل مظاهر امامك عم يراجعهم كلياتهم مشان هو ما يكون نسيان شيء. ليك هاي التعليقات كلياتها امامكم عم تظهر، في بعض الاسماء عم تظهر يمكن انت بتكون شفتها اسمك او اسم حدا بتعرفه. هلا هيك هو اخذ كل التعليقات، يعني هيك اخذ هو كل التعليقات. هلا بقى بنكبس على راندوم بيك وينر، يعني بالمختصر انه عشوائي، انه اختيار فائز عشوائي. بنكبس على هاي الكبسة وبنختار فائز عشوائي، بعد منا بنكبس كبسة ثانية بنختار الفائز الثاني العشوائي. هذا هو بالنسبة للسحب هيك رح يكون. فيلا مع بعض نشوف مين هن الاثنين الفائزين. والتعليقات مثل مظاهر امامكم 570 مثل الفيديو بالضبط، ما في شيء ناقص وكله كامل بالنسبة للتعليقات. فيلا مع بعض نشوف مين هو الفائز ومين الفائز الثاني بالنسبة للبطل باس سيزون 3 شابتر 2. خلينا نكبس هلا مع بعض ونشوف مين هو الفائز الاول بالبطل باس سيزون 3 شابتر 2. بالتوفيق للجميع، وانا بعتذر على اي حدا ما ربح البطل باس، انا بعتذر منه جدا. ان شاء الله لسه في سحوبات ثانيه اكثر رح تصير عندي بالقناه. الف مبروك عليك صديقي باندا جي ام. هذا باندا جي ام هو اللي ربح معنا بالبطل باس ان شاء الله سيزون 3 شابتر 2 عن تعليق استمر يا اسطوره مع اربع قلوب. وبنقدر نفوت على الصفحه تبعه ونجرب، لو بنقدر نفوت مثل مظاهره امامكم هي صفحته او مدري شو القناه. شو منزل محتوى تجربه الحمم البركانيه ضد الكوكا كولا، الله ينور. المهم بنزل محتوى، الله يوفقك صديقي يا رب. هذا هو باندا جي ام اللي ربح معنا البطل باس سيزون الثالث شابتر 2. خلينا هلا مع بعض نشوف الفائز الثاني. هلا هون بقى بدنا نختار شخص ثاني، رح نكبس نفس الكبسه ونختار شخص ثاني ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع كلياتكم، مبروك لباندا جي ام. وبدي اتواصل معه طبعا انا هلا على التعليقات، وخليه يكتب لي تحت بالتعليق او بالتعليق تبعه اسم الانستغرام او الايبك تبعه، لانه مو كاتب لي لا الانستغرام ولا الايبك تبعه. اكتب لي بالكومنت تبعك يا باندا جي ام، اكتب لي الفيسبوك او انستغرام او اي شيء اتواصل معك فيه او الايبك جيمز بالمره، يعني مشان ضيفك انا على فورتنايت وبعت لك البطل باس كهديه، لانه هذا السيزون بيدعم بعت الهدايا بالنسبه للبطل باس. يلا مع بعض نشوف الشخص الثاني. والفائز الثاني اللي معنا اللي هو احمد سامر، احمد سامر او احمد سمير ما بعرف الصراحه. المهم احمد سامر ان شاء الله الف مبروك عليك صديقي احمد، انت ربحت معنا البطل باس. هيك صاروا اثنين ربحوا بطل باس معنا. وخلينا نفوت نشيك على الصفحه تبعه او على قناته او على اي شيء بالنسبه له. هذا هو احمد، دي الصفحه تبعه، عنده فورتنايت، عنده محتوى، الله يوفقه يا رب. هدول هن الشخصين مثل ما شفنا يا شباب اللي ربحوا معنا البطل باس، هدول هن الشخصين احمد وباندا. الف مبروك عليكم يا شباب. بدي اياكم بس بعد اذنكم تكتبوا لي الايبك تبعكم بتعليق، يعني ردوا على التعليق تبعكم، اكتبوا لي الايبك جيمز الخاص فيكم مشان ضيفكم عندي ونتواصل مع بعض وابعت لكم البطل باس. او اذا بدك تعطيني الايميل تبعك والباسورد مش حلك يا كمان اتس اوكي، اي شيء بدك يا انا معك. قبل هلا كنت اعمل سحب على البطل باس، انا كنت اخذ الحسابات والباسورد اشحن له البطل باس بعدين رجع له الحساب. وكذا مره وكذا شخص ربح مني ايام زمان، يعني شيء من شهر تقريبا او شهرين، ويمكن تلاقوا تعليقاتهم تحت كاتبين لك انه ايه فعلا ربحنا وهيك. مثل هذيك المره السحب رح يكون ان شاء الله السحب القادم جاي بس لاوصل ل 10000 صفيان 550 اخ وصديق بالقناه، لحتى نوصل ان شاء الله لل 10000 اخ وصديق، لحتى اعمل سحب ثاني على 3 اشخاص او 4 اشخاص، الله اعلم شو بصير معي. هذيك المره كنت عامل سحب لشخصين فجاه صاروا 4، فاي شيء توقعوا يعني الصراحه هلا على الفراغ اي شيء توقعوا واللجنان توقعوا. فهذا هو السحب تبعنا باندا جي ام واحمد سمير، الف مبروك عليكم البطل باس، وبتمنى تكون هيك حظكم ظريف وحلو. ما بعرف شو بدي لكم غير الف مبروك يعني. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، كنت دعم بالاتم شوب نيمو 9. شكرا لك اذا كملت المقطع الاخر وبرعايه الله. ايه احنا كاملين ولا في حد ناقص؟ كاملين الدنيا بس كده هبدي لوحدي. اه في واحد اهو جوليان طلع؟ لا لا زيكو جيب امه. ليش مين مين هذا اللي سرق؟ اثنين عندي تنوك.
فايت بوتات فايت بوتات. انت مين عم تنبسط باللوت معي ولا لا؟ انا اسرع منك يا دمين. هو انت سريع؟ خد 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 والنبي خد 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 ايه ده؟ الله ليش انت لاك انا يا لا لا يا دمين ما اتفقناش كده. الله شايف الاخلاق والله العظيم دي لقطه يوتيوب. شايف بص 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 الاخلاق. خلاص انا اخذت دول خد انت الباقي خد انت الباقي قبل ما حد ياخده. ايش اشوف الا القرش ده من شوية. في واحد منزل لقطة على الفيسبوك معلم القرش دمجه 75 كان هيلو 75 وما بدون شيلد واقف على منطقة عالية عم يشرب شيلد ويظبط حاله نط القرش واكله 75. هاي الفكرة انه احيانا عم تلاقين في ناس طايرة في ناس طايرة هو واحد فين هم؟ هلا مية واحد انكسر شيلده هون نوك نوك هون يلا على اللوبي رجع على اللوبي. انت كمان رجع على اللوبي بده 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 انا رجولي مباشرين عليهم واحد بالمي لا 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 شوف من غير شيء رجع رجع على اللوبي راح من هون. اح اح انا الزبلاني نزلت منه دمجني. فوقك يعني وينو؟ تعال هون ليك شو معه لو ايه بوي شو بوي كل شي بدك تاخد رب بيتك شو زبالي في ناس عم تضرب سنايبر من بعيد. وات ذا فوقه عندي نزل بالزبالة. لا لا مو هو مدري مين. انا معيش طلق اديني طلق يا عم شوف شوف طلق ايه طلق ايه طلق ايه مش معايا خد ده اللي معايا دوني هنخده كارت ولا لا دوني انتدع الناس جاي لك يا نعيم الناس جاي لك انا وان شوت جبت 100 اللي فوق محمد عباني ابيض ابيض جا موزه اجا بده يفنشني
تكون ضربت ار بي جي. واحد لو ترى اجوا لعندي وين انت؟ بيتاخ شو متوحد هيك. يلا يلا بسرعة زوم بيتك شو متوحد عميته وعميتني وعميت حالك معلم خلاص انت لانه انا بموت انا وياه احسن ما تموت انت. الله نور دميل. عايشه عايشه اضرب مكان يا مش انا الله بس هو فضلتني. لا لا من بعيد بعيد عم يضرب. اذا بموت معلم بدنا نبعد عليه بال 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 هذا بال قول يا عم فوحش هو ابيض ابيض فشخ. شيلو 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 افتح 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 بسرعة افتح. تعا وراي تعا ليش كدنين هو ضايع واحد تحت هو تحت تحت ضايع ضل عم تنبض عليه دلوقتي. عصب الزون هو ايه واحد فوق واحد تحت اذبحوه دبح. جي جي بيعمل ايه؟